بالحلقة السابقة حكينا عن طائرة الاف فور فانتوم النسخة الاس اللي هي نسخة متطورة واللي هي من افضل النسخ الموجودة مع الجيش الامريكي اللي طورها باخر فترة قبل خروجها من الخدمة نهائيا من امريكا. اليوم هلأ بدنا نعمل لها تجربة ونتحدث شوي عن هذه الطائرة. إذا بتلاحظوا كمية الذخائر اللي بقلبها مهولة يعني، ولا وما بس هيك يعني، بتقدر تحمل صواريخ ذو جو وقنابل للأهداف الأرضية. في عندكم قنابل وزن 1000 كيلو، عفوا 1000 LB، هولي قنابل وزنهم كتير تقيل على فكرة. أنا رح أحطهم ورح نحط تجربة ونجرب نطير فيها بحملتها القصوى ونجرب أجهزتها. مثل ما ملاحظين هالطيارة وين حاطينكم اياها؟ على حملات الطائرات، وحتطلع من حملات الطائرات لانه بالاصل هي نسخة بحرية مكتوب النيفي عليها. رح تشوفوا فكرة الاقتلاع بقلب هذا منه كثير منطقي. ان شاء الله بكره بصير ننزل حملات طائرات جيدة، بصير الوضع تمام. بتلاحظوا معي الطيارة أقلعت بسرعة من حملة الطائرات، ولكن لما تكون عم تلعب اللعبة وعم تطلع من مدرج عادي ما رح تقلع بهيدي القوة، رح تقلع بتقل وحيكون في عنا مشكلة. طيب رح نجرب نضرب هدف أرضي. هلا انا موت صوت اللعبة اصلا كرمال اقدر اتحدث معكم بهدف. بصراحة هي طائرة نسبيا اتقل من باقي الطائرات، ولكن اتقل من باقي الطائرات الامريكية بعصرة، ولكن بدي لكم يعني بالاقلاع تقيلة، ولكن بالمرونة لما توصل بالجو مرونتها جيدة. بس للأسف المناورة مع الطائرات مثل الميج 21، لا ميج 21 أفضل مناورتها لأنه أخف. بس ما تنسوا إنه هذه الطائرة هي عبارة عن وحش جوي وبتحمل كمية صواريخ كبيرة. بدي أجرب لكم شوي صاروخ أو الصواريخ الرادارية. أوكي شفنا هدف، راح أجرب حف. أجرب ببحث عن هدفي، شوف قديش في عنده قدرة، قديش في عنده قدرة هذه الطائرة إن تعامل مع الأهداف الجوية. بدي اذكر انه الصواريخ الحرارية اللي فيها هي رير، يعني فقط مخصصة للرمي الخلفي، بيرمي على الصاروخ من الخلف. اما صواريخ الرادارية فاول اسبكت، يعني بيقدر يرمي على كل الاتجاهات ويحدد الهدف من كل مكان ويسقطه. بدي اجرب نوع تاني من الصواريخ ونشوف شو حيصير. بعدها ضمن نطاق انه ما عم بيلقط الرادار، ما عم بيلقط الرادار الهدف بسهولة. ايوه التراكينج، في عندك انواع، عدة انواع من نظام التراكينج. هلا انا حمره احده ما سقطه،
عندك عدة أنواع من نظام التراكينج سيستم. أفضل طبعا نظام الرادار اللي احنا بنستعمله هو نظام الـ AECM. عارف ليش دورات بتقولي نسيت أسكر دوليب، ماني منتبه إنه بصير بعكس السوفيتي على فكرة، بس تطلع من المطار أوتوماتيكيا بينضبط دوليب. الأمريكان الهيئة من الواضح، أنا تجربتي باللعبة مع الأمريكان بعدها قليلة، بس من الواضح انه انت، وبالحقيقة ما بعرف يعني كيف الامريكان هل اوتوماتيكيا بيطلع دوليب، ما بعرف هذا الموضوع، لانه بتعرف انا بالنهاية مش طيار حقيقي. عندي مقابلات مع طيارين حقيقيين وعندي معارف، بس هذا صاروخ راداري، شوف مدى دقته. المهم، فانا ما بعرف اذا اوتوماتيكيا طلع لبرا، فانا ما بعرف اذا اوتوماتيكيا صواريخ الكفرات او الدواليب العجلات على الطائرات الامريكيه بتطلع تلقائيا او اوتوماتيكيا مثل السوفيتي، فانا ما كنت منتبه للموضوع. وواضح انه لا، مش اوتوماتيك، واضح انه بايدك. الله، اللهم اذا انا مغلط ببقى بس بلش خوض قتال فعلي فيها، لانه ناوي اشتريها انا مع الحسومات. ببقى ساعتها بخبركم عن كل تفاصيل اكثر، بكون صار في عندي تجربة اكثر. بس مبدئيا انا حكيت عن تاريخ الطائرة، عن بعض التجارب بالمواجهات مع رفقاتي مع اصدقائي. على فكرة بدي اقول لكم شغلة، الاف 4 فانتوم لما انا بكون مهاجم لها، يعني انا بكون عم بشتبك معها، مرات كتير شو بصير يا أصدقائي؟ بصير إنه صاروخ الراداري ما بقدر أفلت منه، مع إنه بيكون معي طائرات حديثة. وهذا دليل إنه طائرة الأف 4S والجي اتنيناتهم عندهم رادار صراحة فتاك فتاك للغاية، إضافة للحمولة اللي عليهم. باختصار، طائرة جدا جميلة، ولكن أنا مشكلتي الوحيدة معها هي تقلة. لاحظوا هلا، شايفين لو ليكو يعني التفاف الطائرة منه سهل، مش مثل السوفيتي. بس برجع بقول هيدي الطائرة فيها وقود أكثر، فيها ذخيرة أكثر. السوفيتي أخف، في وقود أقل، في ذخيرة أقل. وزن المحرك 1750 كل محرك على طائرة الأف 4، وبالتالي في وزن حوالي 3500 كيلو، هيدي بس وزن المحركات. وبالتالي انا ما بلوم انه هذه الطياره تكون حركتها ثقيله، لانه حتى المحرك نفسه اذا كان ثقيل بشكل ثقل على دفع الطائره. يعني هلا هي كبينا ذخيره كامله مكمله. اهم نقطه بدي اقولها انه النقطه الاساسيه اللي بدك تعرفها على الطائرات الأمريكية بهذيك الفترة، إنه كان في عندها دورين أساسيين مطلوبين منها. الأولى أن تخوض قتال جوي، ماشي، مش قتال جوي بيكون والله قتال جوي يعني بيقعد بفتش على الطائرات اللي حواليه وبيشتبك معها، لا. كان يعني الهدف عند الأمريكان إنه الطائرة إذا رايح على هدف تشق طريقه أو أي هدف بيطلع قدامها تدمره، وصولا لأنها تضرب هدفها الأرضي وترجع. ما كان الهدف بهديك الفترة من المقاتلات الأمريكية إنه يضلوا وقت طويل بالجو عم بيخوضوا قتال جوي، بالعكس كان مطلوب منهم يفوتوا قد ما فيهم على مجال المعادي، يفسحوا طريق قدامهم إذا في طائرات معادية لإلهم، وبعد منا يخوضوا عمليتهم بضرب الأهداف الأرضية، ومن ثم العودة إلى موقعهم أو الحملات الطائرات. يعني باختصار، عمليتها الأساسية هي أرضية، وإذا واجهت أي مقاتلة تقدر تدافع عن حالها وترجع. ماشي؟ طيب، اللي بدي أقوله إنه وقود هذه الطائرة جيد، المسافة اللي بتمشيها جيد، ولكن هي عبارة عن محرقة وقود. قلنا انه بدها تتجنب قد ما فيها الدوك فايت، لانه مش مخصصة لهذا الموضوع، ولو جلبت بعض الانتصارات بالدوك فايت، ولكن هي بالاساس ما مخصصة لهذا الموضوع.
ما حفيني هلا انزلكم على حملة الطائرات هون، ولكن بشكل عام هبوطة سلس، منه هبوط سيئة يعني صعب. طائرة مرنة، طائرة جميلة. إذا حابين تشتروها بالله اشتروها، أنا بشجعكم لأنه رح تطور كثير من القدرات اللي عندكم، رح تفتح لكم تك تري بكامله. تحياتي لكم. هيك بتكون خلصت تجربتنا مع طائرة الاف 4 فانتوم. شجعونا قد ما فيكم، اعملوا سبسكرايب، اعملوا شير، لنضل مكملين، لأنه كل ما تشجعونا أكثر كل ما نحن بيكون في عنا قدرة أنه نكمل أكثر وأكثر. وتحياتي لكم، وبشوفكم بألف خير.